بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنبدا في المحاضره رقم 4 في الكورس بتاعنا بي ام بي بريبريشن كورس على البين بوك الاصدار السادس. ان شاء الله النهارده هناخد مراجعه سريعه على شابتر 7، هو شابتر البروجكت كوست مانجمنت. عندنا النهارده 4 عمليات، عندنا 3 عمليات في مرحله البلاننج وعملية واحدة في مرحلة المونيتورنج اند كنترول. أول عملية، عملية البلان كوست مانجمنت، زيها زي أي نولج أريا بتبدأ بعملية بلان عشان تطلع لي خطة الكوست مانجمنت بلان. هتقول لي هاو، ازاي هيتم التعامل مع باقي العمليات اللي بتيجي وراها، وهتديني سياسات وإجراءات ازاي هتعامل مع باقي العمليات اللي بتيجي بعد كده. تاني عملية وهي عملية الاستيميت كوست، عملية تقديرات التكلفة، بيتم عمل تقدير بطرق مختلفة هنتعرف عليها مع بعض ان شاء الله بعد شوية في تقدير التكلفة لكل نشاط. طيب العملية رقم 3 وهي عملية الديترماين بادجت، هي العملية اللي هيخرج منها ثالث بيز لاين وهو الكوست بيز لاين، هو اخر بيز لاين هيطلع. اخدنا قبل كده الشيدول بيز لاين كان طلع من عمليه الكرييت دبليو بي اس، واخدنا تاني بيز لاين المحاضره اللي فاتت في شابتر الشيدول، وطلع من عمليه الديفلوب شيدول. النهارده ثالث بيز لاين وهو الكوست بيز لاين، هيطلع من عمليه الديترماين بادجت. اخر عمليه بقى وهي عمليه الكنترول كوست، عمليه المراقبه والتحكم في التكلفه. هنبدأ في أول عملية معانا النهاردة وهي عملية البلان كوست مانجمنت، وهي في مرحلة البلانينج، في مرحلة التخطيط. هنبدأ بتعريف العملية، هنبدأ بتعريف عملية البلان كوست، زيها زي أي عملية بلان هتقول لي هاو، إزاي هيتم تقدير التكلفة بتاعة المشروع، وازاي هيتم عمل الميزانية، وازاي هيتم ادارتها والتحكم والمراقبة فيها، زي بالظبط ما اخدنا برضو في الشابتر اللي فات في الشيدول. وعملية بلان شيدول كانت بتقول لي برضو هاو، ازاي هيتم عمل ادارة الجدول الزمني والمراقبة والتحكم فيه. دي بنفس الطريقة برضو بس بنتكلم على الكوست. طبعا الهدف من العملية دي هي عملية بلان هتديني ارشاد وتوجيه ازاي هيتم ادارة التكلفة بتاعة المشروع على مدار المشروع، زي برضو المحاضرة اللي فاتت برضو عملية البلان سكادول كانت بتقول لي هاو، برضو بتديني سياسات وبتديني ارشاد وتوجيه ازاي هيتم ادارة الجدول الزمني على مدار المشروع. احنا دايما يعني بنحب ان احنا نربط ما بين العمليات وبعضها ونفكر الناس برضو باللي فات. هندخل سريعا على الانبوتس والتولز والتكنيك والاوتبوتس. طبعا عندنا اول حاجه البروجكت تشارتر، البروجكت تشارتر ميثاق المشروع. طبعا ميثاق المشروع ده هنلاقيه داخل كانبوتس في عمليات البلان كلها، في اول عمليه في كل نيوجيريا وهي عمليه البلان. ليه بقى؟ لان هو بيحتوي على كل حاجه بس بشكل هاي ليفل، في هاي ليفل ريكويرمنت، في الهاي ليفل ريسك، في كل حاجه في شكل. لكن هنا احنا محتاجينه ليه؟ عشان برضو احنا هنا بنتكلم على كوست، فاكيد برضو في الكوست بس بشكل هاي ليفل، وبرضو في البري ابرود فاينانشال ريسورسز. طيب الرقم 2 البروجكت مانجمنت بلان، هي برضو انبوتس هنلاقيها في عمليات البلان. طب ليه؟ لان هي ممكن تحتوي على السكادول مانجمنت بلان. ليه بقى؟ لان السكادول مانجمنت بلان بتديني ايه؟ كانت بتديني معايير وانشطه ازاي اراقب الجدول الزمني، وهتديني برضو عمليات واجراءات اللي ممكن تاثر على تقديرات التكلفه. ممكن برضو يعني يكون من ضمن البروجكت مانجمنت بلان الريسك مانجمنت بلان، برضو كانت بتديني، ان شاء الله هناخدها مع بعض في شابتر الريسك، لكن كده نبذه مختصره عن الريسك مانجمنت بلان اللي ممكن يأثر على الكوست.
طبعا يعني بتديني المنهجية لتعريف وتحديد وتحليل ومراقبة المخاطر في المشروع، وبرضه هتديني العمليات والإجراءات اللي ممكن تأثر على تقدير وإدارة التكلفة. طبعا الانتربرايز انفيرومنتال فاكتور، العوامل اللي بتأثر على المشروع، سواء عوامل داخلية من داخل الشركة زي سياسة الشركة والهيكل التنظيمي، ممكن برضو تكون عوامل خارجية من بره زي أحوال وظروف السوق، وزي برضو تغيير أسعار العملات وكده والتضخم، ده كله لازم ناخده في الاعتبار أثناء عملية البلان. الـ OBA طبعا الـ OBA اللي بيحتوي على الدروس المستفادة بالمشاريع اللي قبل كده، وبرضو بيحتوي على التمبلتس اللي ممكن استخدمها طبعا أثناء عملية البلان. ممكن طبعا هنستعين بالاكسبرت جادجمنت او بالخبره اثناء عمليه التخطيط للتكلفه، وطبعا بيتم عمل ميتنج او اجتماعات دوريه بشكل مستمر عشان نطلع الكوست مانجمنت بلان. الهدف من الخطه دي، الهدف من اول عمليه، عمليه البلان كوست، ان انا اطلع الكوست مانجمنت بلان. طيب الكوست مانجمنت بلان طبعا هي احدى مكونات خطه المشروع اللي هي البروجكت مانجمنت بلان، زيها زي السكوب مانجمنت بلان، سكيدول مانجمنت بلان. كل البلانز دي يعني موجوده من ضمن الخطه الرئيسيه بتاعتنا اللي هي البروجكت مانجمنت بلان. هي خطه بتقول لي هاو، ازاي هيتم التخطيط لتكاليف المشروع، وازاي هيتم عمل مراقبه والتحكم عليه. طيب هتديني ايه الخطة عشان استخدمه في باقي العمليات اللي بعد كده؟ هتديني ايه؟ اول حاجة هتديني وحدات القياس. وحدات القياس، لو انا دلوقتي بتكلم على قياسات الزمن، ممكن هتديني ال staff hours زي ساعات فريق العمل، وال staff days وايام فريق العمل والاسابيع وهكذا. لو بتكلم على كوانتيتي او على كميات، قياس كميات، برضه هتديني هقيس بالمتر ولا باللتر ولا بالطن ولا بالكيلومتر ولا بالمتر المكعب ولا لمسم وهكذا، هتديني وحدات قياس. تاني حاجه الليفل اوف بريسيشن اللي هو مستوى الضبط. دلوقتي وانا بعمل تقدير هيطلع عند رقم معين، مثلا تقدير للتكلفه، هيتم تقريب الرقم ده لكام علامة عشرية. مثلا أنا هنا طالع عندي 995 دولار بوينت 59، أنا ممكن أقربها لألف. مين هيقول لي الكلام ده؟ اللي هيقول لي الكلام ده الخطة اللي هي الكوست مانجمنت بلان. النقطة اللي بعد كده الليفل اوف اكيورسي اللي هو مستوى الدقة. دلوقتي وأنا بعمل تقدير للتكلفة هيتم تحديد النطاق المقبول اللي هو الاكسبتبل رينج، مثلا بلس او ماينس 10% وهكذا. الكنترول تريشولد، دلوقتي وانا بعمل كنترول على التكلفه، وانا يعني لما هدخل فيه بعد كده موضوع الكنترول واجي اقارن البيز لاين بالاكشوال ريزلت، هيطلع عندي فاريشن او يطلع عندي انحرافات. ايه هو الانحراف المسموح به قبل ما باخد اي اكشن؟ مين اللي هيقول لي الكلام ده؟ هي برضو الخطة الكوست مانجمنت بلان. طبعا موضوع الايرند فاليو ان شاء الله هنتكلم عليه بعد شوية، رول اوف بيرفورمانس ميجرمنت، طبعا اشكال التقارير الريبورتنج فورمات، اشكال يعني دلوقتي وانا بعمل تقرير ستيك هولدر مثلا شكل التقرير ده هيكون عامل ازاي، كل ده موجود في الكوست مانجمنت بلان. وهي دي كانت يعني بالمختصر كده اول عمليه موجوده معانا النهارده، وهي عمليه البلان كوست مانجمنت. في بس حاجه حابب اقولها وكل مره برضو بنبه عليها، دي هي خطه يعني ما فيهاش كوست، ما فيهاش بادجت. ده يعني بعد شويه هنعرف ايه العمليه اللي بتخرج الكلام ده، انما هي فقط عمليه بلان بتقول لي هاو، ازاي هيتم التقدير تكلفة، يعني ازاي هيتم عمل ادارة، ازاي هيتم عمل تحكم ومراقبة على التكلفة. هي فقط بتديني ارشاد، بتديني توجيهات، بتقول لي هاو ازاي، انما ما فيهاش تكلفة، ما فيهاش كوست. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا.